رأت الأسدية حلما ورؤيا في المنام. في أي وقت؟ في وقت كان الإمام الحسين قد نزل فيه أرض كربلاء. حسين يدور أنصاره، أنصار وعدوا من قبل أمير المؤمنين بهذا اليوم. الحسين يدور الأنصار، والزهراء كذلك تبحث عن أنصار لولدها الحسين. وين راحت؟ راحت إلى الأسدية، وإذا بالأسدية تستفيق فتقول لحبيب: يا حبيب، الساعة رأيت سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. جلس حبيب، قال: وبأي حال رأيتها يا أسدية؟ قالت لي: أبلغي حبيب عني السلام. قال: وعليها السلام. وقولي له: قد آن أوان خضاب لحيته. قال: حبا وكرامة في الزهراء، إذا أصبح الصباح أذهب إلى سوق العطارين وأشتري خضابا للحيتي. هكذا فهم حبيب هذه الرؤيا، ولكن هي الرؤيا لها مرام آخر. لكن يا أسدي، أنت من شفتي الزهراء شفتينها في وقت كان الإمام محصورا بأبي وأمي بأهله، بأي حال شفتين الزهراء يا أسدي؟ كأنها رأت الزهراء وهي مجلببة بالسواد، معصبة الرأس، محنية الظهر، وكأنها تنادي: وغربتاه وحسيناه. حل الصباح، خرج حبيب إلى سوق العطارين، اشترى الخضاب. الخضاب في يده، التقى بمسلم ابن عمه. قال له مسلم: ما الذي في يدك يا حبيب؟ قال: خضاب في يدي. وما تريد بالخضاب في هذه الأيام؟ قال: أريد أن أخضب لحيتي. فلقد رأت الأسدية رؤيا أن الزهراء أتت إليها وقالت لها بعد السلام أن أخضب لحيتي. التفت مسلم إلى حبيب، قال: يا عجب الله، أو ما فهمت مرام هذه الرؤيا يا حبيب؟ قال: وما مرامها يا مسلم؟ قال: انظر إلى سوق الحدادة كيف يعالجون سيوفهم ويرقعون دروعهم. قال: وماذا هناك؟ قال: اعلم يا حبيب أن القوم يعدون العدة إلى قتال سيدك ومولاك أبا عبد الله، فإن الحسين قد نزل أرض كربلاء، ألقى الخضاب من يده ونادى: خضابي بعرصة كربلاء، ما أريد أن أخضب، لازم يجيني من حبيب المصطفى اكتر. مسلم: يا ابن عمي خبرني الصاير، أشوف لونك من خطف والقلب طاير، مذهول تمشي في السكك مشية الحاير، تخفي النشيج ومدمعك بالخد سكة. قال له: هل الكوفة تراهم مستعدين؟ لما وعساكرهم قصدهم ذبحة حسين، وبكربلا مولاك لا ناصر، عافي الدنيا ومن كثر جور الدهر الشاء. ألقى الخضاب من يده، رجع إلى الأسدية. من شافت الأسدية رأته وقد طار عقله. وش حال حبيب؟ سكتت عنه.
قدمت له الطعام أكل لقمة فغص بها. يعني حبيب فكرة مشغول حتى امتنع عن الأكل والقدرة على البلع. وإذا تقول إن صدق ظني الساعة يأتيك كتاب من رجل كريم، وإذا بالباب تطرق خرج حبيب، وإذا برجل قد ضيق اللثام عليه فتح اللثام دفع له كتابا، قال هذا الكتاب من سيدك ومولاك الحسين، ما إن سمع لفظ الحسين حتى ترقرقت دموعه. فتح الكتاب وإذا في الكتاب من الحسين إلى عمنا حبيب بعد السلام، يا عم إذا شئت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فإنا نزلنا بأرض كربلاء فالحق بنا عاجلا يا عم. ماذا فعل حبيب بالكتاب يا مؤمن يا مؤمنة؟ قبله، وضعه على عينيه على رأسه، توجه ناحية الحسين، قال السلام عليك يا أبا عبد الله. دخل الأسدية شافت هذا المنظر، من دخل حبيب وإذا بالباب تطرق مرة أخرى، أخفى الكتاب خرج وإذا بأبناء عمومته، قالوا يا حبيب هذا الحسين قد نزل كربلاء وهذا ابن زياد ويزيد قد دعوا إلى حربه وقتاله، فما تقول؟ قال الحسين سلطان ويزيد سلطان وما لنا والدخول بين السلاطين. دخل وإذا بالأسدية سمعت هذا الكلام، وش سوت الأسدية؟ أخذت المقنعة، جاءت إلى حبيب، ألقتها على حبيب، قالت يا حبيب خذ هذه المقنعة فإنها أليق بك، وأعطني سيفك ودرعاك. قال ولما؟ قالت لأذهب لنصرة سيدي ومولاي الحسين. أراد أن يختبرها، قال يا أسدي أخاف عليك أن ترملي وعلى أطفالي أن ييتموا، قالت أوترضى على بنات رسول الله وأولاد رسول الله بالترمل واليتم؟ دعنا نأكل التراب بعدك يا حبيب، ولكن لا تقصر عن نصرة الغريب. أين المنادي وحسينا؟ يا حبيب ابن البتولة لا تخلي كربلاء يقولون ظل محصور بهلا كربلاء يقولون شيب للمرتضى حط الحياة ما لناصر يا حبيب وعندها أطفاله إن كان راح حسين ما يرتفع للشيعة على ترضى لي بالخدر وحسين تهتك حرمته وقفت تنخي وتخمش والخدود مفرعة شان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة جيب لعمامة يا بن عمي وخذ المقلعة. قال لها رفقا بحالي يا أسدية فإن قلبي والله يتقطع على الحسين، وأما في الناحية الثانية ناحية الحسين يا مؤمن، وزع الإمام الحسين الرايات وأفرد راية واشرأبت لها الأعناق، كل يدعوها إلى نفسه، والحسين يقول الآن
يأتي من يحملها، وإذا بفارس وغبرة من ناحية الكوفة وصوت يشك تلك الغبرة، كلنا ويا حبيب ولسان حاله لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، ما حلا ذيك الشمايل من حبيب بكربلاء، ما حلا ذيك الشمايل من حبيب بكربلاء، طلع عباس البطل باولاد اخوي استقبل، مرحبا يقل الشهيد زينب تقل هلا، ما ان راى الامام الحسين حتى جثى على ركبتي ابي عبد الله مقبلا، قال مرحبا بناصرنا حبيب. واذا بزينب ترى استهلال وفرح عند الامام الحسين، قالت علي ما بالي أراكم بهذا الحال، قال أوليس قد جاء عمنا حبيب لنصرة أبينا، قالت إذن أبلغه السلام وقل له زينب تبلغك السلام، جاء علي الأكبر قال عم حبيب عمتي زينب تقرئك السلام، وإذا بحبيب يقول من أنا حتى تسلم علي فخر المخدرات زينب. إذن لي يا أبا عبد الله لأسلم عليها، جاء عند خدرها وقف مستعدنا وهو يقول السلام عليك يا فخر المخدرات يا زينب، السلام عليك يا ابن يا ابنة فاطمة الزهراء، كأني أراك على ناقة عجفاء من دون وطاء، قالت زينب وعليك السلام، وكأني أرى رأسك وتضربه الخيل بركبتيها، أين المنادي وحبيبه وسيده؟ التفتت زينب إلى حبيب قالت يا حبيب أوصيك بالحسين خيرا، لا تقصر عن نصرة الحسين. كلنا ويا هذا الحوار الذي دار بين زينب وبين حبيب، الله الله لا يضل حسين حي، جوابك الله كربلاء وما عندنا صير، الله يا حبيب الوعد عاشر. وش جاوبها يا حبيب؟ لا تخافي واطمأني يا وديعة، جوابك لا تخافي احنا فرسان الشريعة، لا تخافي فدوى الحسين ورضيعة. أجابته زينب أني زينب خوفية والدس بي، أني زينب وادخل المجلس هدية، صوتك أني شلون اتستر بيدي. عم حبيب، عم حبيب انت خازن اسرار ابي، انا عندي خبر من الزهراء، لعل ابي اخبرك بتفاصيل هذا الخبر، ابيات الدعاء واسالك الدعاء. شنو الخبر يا زينب؟
قالت إن أمي عندما حانت وفاتها قالت ابن مني يا زينب، وأنا طفلة صغيرة 4 سنوات، ما عندك يا أمه؟ قالت يا زينب إذا نزل الحسين أراضي كربلاء وأخذ بالبراز فعليك أن تقبليه قبلتي، قبلة في نحره وقبلة قريبة من قلبه. وهذه الوصية أنا مرتاعة منها من ذاك الوقت وأنا خايفة. وأنا خايفة يا عم، عندك تفاصيلها؟ لو ما عندك بعد الآن جئنا كربلاء. أريد أسألك يا عمي، أبو يشقال في صفي، وصاك الأبو حيدر بنصرتي ولده، وصاك الأبو حيدر وانا وصتني الزهراء، قالت لي أخوك حسين قبلي قلبه نحرا، أخوفي أخوفي نحر يتهبى ويدوسونا على صدرا، وإذا عندك خبر قوله يا عمي بجاه داحي الباب. وإذا بمدامع حبيب على خده عند تفاصيل هذا الخبر يا مؤمن، سمع زينب وجاوبها حبيب ومدمعه سيّا، يا زينب يا زينب عندي لك أخبار ما تنسمع لو تنقال. شنو يا مؤمن تتحمل؟ تقضي لك لقلب حسين أثر المثلث ولنعال، وتقضي لك لنحر حسين أثر لسيوف هالأشرار. صح ونادي وحسينا.